يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج تفاصيل، ورح نحكي بحلقتنا لليوم عن الانتخابات النيابيه الفرعيه عن المقعد السني بالدائره الصغيره بطرابلس. انحسم عدد المرشحين عن هيدا المقعد واللي فضي بعد قرار المجلس الدستوري ابطال نيابه ديما جمالي، والمرشحين 8 هن ديما جمالي، النائب السابق مصباح الاحدب، يحيى مولود، سامر كباره، طلال كباره، عمر السيد، حامد عمشه، ومحمود الصمدي. الطعن بنتيجة هيدا المقعد هو المرشح الخسران عن لائحة كتلة الكرامة الوطنية بطرابلس الدكتور طه ناجي، واللي قال انه ما ترشح مرة جديدة بسبب ميل المجلس الدستوري للسلطة الحاكمة، وطلعت اصوات كتير سياسية وحزبية احتجت واعترضت على اللي اعتبرته الظلم بحق ناجي، مع دعوات شعبية دائمة لمقاطعة الانتخابات. فشو الارقام المتوقعه لعدد الناخبين على الانتخابات النيابيه الفرعيه بطرابلس مقارنه مع الانتخابات النيابيه العاديه اللي صارت السنه الماضيه بالمنطقه، ولمين بتميل الحاله الشعبيه فيها؟ بالواقع الحالي وقبل ما تحمل انتخابات ما بنقدر نقدر، بس التقدير الاولاني انه مش هيكونوا 94,000، يعني المره الماضيه كانت نسبه الاقتراع حوالي 39.7%، يمكن اليوم النسبة ما تتجاوز 25%، بس برجع بقول من المبكر اليوم لأنه في عوامل أخرى. بعد في عنا تقريبا 10 أيام عن موعد الانتخاب، في عوامل أخرى قد تدخل وتغير البرودة الحالية السائدة بالشارع، فيمكن الأكيد أنه ما حتكون نسبة الاقتراع 39%، يعني ما حيكون في 95 أو 94 ألف مقترع، حتكون أقل. صار عنا فريق انسحب كليا، في عنا أربع قوى أساسية صارت بحلف واحد، وهذه القوى مرة الماضية كان حجمها الانتخابي حوالي 65,000 صوت، طبعا مش هيكون هيك هالمرة، بجهة واحدة، وفي عنا مرشحين مش كتير قوية وعندهم حيثيتهم الشعبية، وما مبين انه هلأ في المزاج الشعبي كتير تغير بطرابلس لحتى يعمل تحول. فلذلك انا بقول المعركة ما رح يكون فيها مفاجآت، طبعا صندوق الاقتراع هي اللي بتحسم، بس انا ماني شايف فيه مفاجآت. الرهان هو قديش نسبة الاقتراع وقديش رح يجيب كل مرشح، لسيما مرشح هذا التحالف العريض، يعني تيار مستقبل، وزير الصفدي، الرئيس ميقاتي، واللواء أشرفيفي. فهي معركة استفتاء إذا بدك على حضور تيار المستقبل في طرابلس، وليست معركة للفوز. مع انسحاب طه ناجي من المعركة الانتخابية ومصالحة الوزير السابق أشرف ريفي برئيس الحكومة سعد الحريري ودعم رئيس الحكومة الأسبق نجيب مئاتي لمرشحة المستقبل ديما جمالي، كبرت حظوظ الأخيرة لتربح المقعد النيابي من جديد. فهل المعركة محسومة للمستقبل؟ وقديش بشكله بين المرشحين منافسة لجمالي؟ يعني القوى بطرابلس المؤثرة أصبح معروف من هي، في صوت غير حزبي يأمل بعض المرشحين أنه يصوت له، ولكن أنا بعتقد أنه يعني توزع القوى خاصة بعد المصالحة بين اللواء ريفي والرئيس الحريري أصبح شبه محسوم لفوز ديما جمالي، بغض النظر عن الاعتراض على ترشيح ديما جمالي، ولكن هذا التصويت رح يكون تصويت سياسي، وبعتقد الأمور رايحة باتجاه أنه ديما جمالي تفوز بهذه الانتخابات. يعني تيار المستقبل هو قوة الكبيرة الأساسية في طرابلس، فكيف إذا ما بعد المصالحة؟ بعتقد أصبح الموضوع شبه محسوم، ولكن هذا الكلام ليس استباق لنتائج الانتخابات. أراء الناس وأصواتها لها الاحترام الأول، هي بالآخر الناس بتدلي بأصواتها وهي بتحسم النتيجة. الانتخابات اللي عم ترجع تنعاد لتعبئة المقعد السني بالدائرة الصغيرة بطرابلس خلطت كتير من الوراق بشكل مش متوقع، وبطبيعة الحال في اللي خسر وفي اللي ربح. فشو حقق تيار المستقبل من هيدي الانتخابات شعبيا وسياسيا؟ وهل غاب فريق 8 أزار لأنه خسر أي وزن له بمدينة طرابلس؟ حسابات ربح وخسارة كتيرة عم بترافق انتخابات طرابلس الفرعية يوم الأحد الجاي، بس هالحسابات ما بترتبط هالمرة بالنتيجة اللي صارت تقريبا محسومة، بل بتداعياتها على كل فريق. فهل كان بفضل تيار المستقبل يفوت بالمعركة أو لا؟ وشو حقق منها على الصعيد الشعبي؟
بالتأكيد يعني التيار المستقبل كان بيفضل أنه يروح على مسألة الحكم وعلى مسألة الإنتاج بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية بهاللحظة، لكن طالما انفرضت المعركة انفرضت المعركة ونعم نشتغل عليها. على الأساس هيدي انتخابات فرعية دائما بتكون أقل حماسة من الانتخابات العادية، وأيضا في إشكالية بعض الشيء بمسألة المرشحين، لكن كتيار مستقبل رايح ينتخب مرشحه بشكل واضح وعم نشتغل بأقصى ما يمكن كأنه معركة عادية. أما على المستوى الشعبي فبالنهاية يعني ما فينا نعرف نحكم عن إلا بس تطلع النتائج. بالميلة الثانية كان في لوم كتير على الفريق يلي كان ممكن ينافس مرشحة المستقبل بطرابلس لأن ما قبل يرشح حدا، فليش أخذ التحالف المقرب من قوة 8 أزار هالقرار؟ وشو حقيقة الحكي عن خوفه يفوت بالمعركة كرمال ما يخسر وزنه بالمدينة؟ لائحة الكرامة التي كان الدكتور طه ناجي من ضمنها ليست المسألة عندها الخشية من الخسارة، لكن المسألة عندها هي عدم إعطاء مشروعية لقرار المجلس الدستوري وللانتخابات الحالية لأنها تعتبر نفسها أنها فازت. ربما أقول أن هذا الفريق اعتبر أنه إذا خاض الانتخابات فيساهم بنوع من التحدي في المدينة في مواجهة كل الأطياف السياسية التي كانت مختلفة في السابق في الانتخابات الماضية، ستجتمع كلها من أجل إسقاط طه الناجي هذه المرة. لذلك وجهة نظر هذا الفريق أن الانكفاء والمقاطعة ربما تكون الآن أجدى خصوصا في ظل المزاج العام السائد في المدينة. بالنتيجة التيار المستقبل عم بخوض معركة كان بفضل أنه ما يفوت فيها، وقلة حماسة الطرابلسيين للمشاركة ممكن تسبب له مشكلة كبيرة، فهل فعلا كان قرار لائحة الكرامة بمحله لتتفادى الإحراج نفسه؟ منذكر أنه أي مرشح بده يرجع عن ترشيحهم معه مهلة ليوم الأربعاء 3 نيسان بالكتير. لهم نكون وصلنا لختام هيدي الحلقة من برنامج تفاصيل. إذا عندكم أي تعليق أو اقتراح حابين تطرحوه عملونا كومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.